بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو واجب المراجعه رقم 5. معلش يا شباب، الاول السلام عليكم. الفيديو ده يا اولاد كان بدايته، او واجب المراجعه الخامسه كان بدايتها القطعه في المجموعه الخامسه اللي هي بدايتها صفحه 23. يلا كده نسمي الله ونبدا نفتح القطعه. ترجم معايا يلا مع بعضنا كده يا شباب. القطعة الأولانية قايلينها 3 أشخاص، لوليا، ماكس، فيليب. كل واحد فيهم بيقول معلومات وإحنا تحت هنسأل عليهم كلهم. يعني هم يعتبروا بقى إيه؟ 3 قطع صغيرين مع بعض. لوليا بتقول إيش هاب نشت في الفرايد سايد، أنا ما عنديش وقت فراغ كتير. دني لأن إيش موس إيمر فير دي شولة ليرنين، ان انا لازم دائما اذاكر علشان المدرسه، فما عندهاش في رايت سايت وقت فراغ كتير. ايش بين ان دير سيفيرفيتي كلاس، انا في الفصل رقم 12، ودي عندنا كده اولاد زي ثالثه ثانوي اللي هي جريد 12. اند فيلبالد، وعايزه قريبا ابيتور اللي هي شهاده الثانويه العامه اللي ربنا يولع فيها بجاز مخب. عايز اعمل امتحان الابيتور اللي هو امتحان شهاده الثانويه العامه. مايستنس غالبا هابي ايش نور فقط. ام فوغن اندي في نهايه الاسبوع اي امبيشن شويه فراي شويه فراغ في نهايه الاسبوع. دان تريف ايش مش متماينين فوين دينين، يعني بتقابل مع صحاباتي ونذهب الى شتات سنتروم وسط المدينه. في الهابي نشتي في الجلد، الجملة دي معناهاش فلوس كتير. أبر فير انتريسين الأنس، بنستمتع بالموضة. روبيغن أن دي معناها بنقيس. كلايدر فساتين، يعني بينزلوا مع بعض، هما شوية معهمش فلوس بينزلوا يرموا جدتهم على المحلات بيتفرجوا ونقيس اللبس ونمشي. أم فيجتجستن إست، أهم حاجة داس ان احنا فيليش باس كثير من المتعه. بايم شوبن هابن، بيبقى عندنا او بنستمتع بالتسوق. طيب يا ستي، الولد ماكس قال ايش هابي اين هوبي، وكلمه ايش هابي اين ريشتجس هوبي يعني انا عندي هوايه صريحه واضحه محدده صحيحه. نيبن ماينر شولي، جنب مدرستي عندي دايما كلافير اونتريشت درس بيانو. ناخدين متاج اسم بعد الغداء. ماخ ايش سؤارست، بعمل اولا ماين هاوس اوف جابن واجباتي. ضا ناخ وبعد ذلك زيتسي ايش بقعد زفاي شتوندين ساعتين ام كلافير على البيانو. ناخدين اربايت، بعد الشغل كوفت ماين فاتر بابايا بيتسوق. مايستنس غالبا، يبقى اللي بيروح يتسوق ابوه، وبيتسوق امتى؟ ناخ دير اربايت بعد الشغل. دان ثم كوخن اون دي اسن فير، بنطبخ وناكل نحن تزامن مع بعض. يبقى هو وبابا بيطبخوا ياكلوا مع بعض. داس ماخت اونس بايدن شباس، وهذا يسعدنا بايدن، يعني احنا الاثنين. فيليب قال ايش هابت سيملش في الفرايت سايد، انا عندي نوعا ما وقت فراغ كتير. مدين هاوس اوف جابن الواجبات، بكون انا امر دائما. شنل بسرعه، فرتش يعني مخلصها. سو هاوس في البيت، لازم نشتي هيلفن، ما بساعدش، يعني أنا بخلص واجباتي بسرعة وأنا مش مفروض عليا أعمل حاجة في البيت. اندير اشتات في المدينة، جبت اس يوجد فير علشان فنفت سين يغجا شولر، دي معناها التلاميذ أصحاب ال 15 سنة. ففي المدينة يوجد علشان التلاميذ أصحاب ال 15 سنة فينش انتريسانتس، القليل من الاشياء الممتعه.
يعني بيقول المدينه بتاعتنا ما فيهاش حاجه، الشباب اللي زيي اللي عندهم 15 سنه يعملوها. الزيتسي انا بجلس امنخ من التاج بعد الظهر متاينم فرايند مع صاحبي فور ديم كمبيوتر امام الكمبيوتر ونتشبيلن سوزامن وبنلعب سويا، وهذا حقا شبانند، يعني ممتع ومثير. قطعة بتتكلم على فاز ماخ السيدو، ماذا تفعل ان داينر فرايت سايد، ماذا تفعل في وقت الفراغ بتاعك. ورحنا جايبين ثلاث اشخاص يبقى ثلاث حواديت. يلا نروح نشوف الاسئله. اول سؤال يا اولاد، السؤال اللي بيجي كتير في القطعه، يتحدث الثلاث شباب عن، قلنا كلنا عن رقم سي فرايت سايد اون ذا هوبيز، بيتكلموا على الهوايات ووقت الفراغ. الثانيه البنت الاولانيه اللي اسمها جوليا، لازم فاست بسرعه علشان المدرسه تذاكر دني لان او ديسهلب لذلك، هي بتذاكر كتير للمدرسه فلذلك. ايه اللي حصل؟ قال لي ولذلك اول واحده هات زي زوفانش في غايت سايت، عندها قليل من وقت الفراغ. تصدق هي دي اللي صح؟ ثلاثة. ماكس هات ايمر فيليش باس، ماكس ده اللي هو الثاني عنده دائما متعة كثيرة. ليه؟ هو مع بابا بيتسوق، ولا مع بابا بيطبخ ويأكل، ولا بيقابل صحابه، ولا بيعمل الواجب. هو فوق قال بابا بيتسوق بعد العمل وما قالش انه بيروح معاه. هي رقم بي اللي هي هنا، قال كوخن اون دي اس، ناكل ونطبخ وهذا يجلب لنا السعادة. يبقى هو ليه عنده سعادة؟ عشان مع بابا بياكل ويطبخ. رقم أربعة، فير هيلفت تو هاوزن، مين في الثلاثة بيعمل مساعدة في المنزل؟ الولد الثاني على فكرة ماكس، اللي هو بيعمل مع بابا الأكل وبياكلوا مع بعض. رقم خمسة، فاس ماخت فيليب، الولد الأخير انزاينر في رايت سايد في وقت الفراغ، بيعمل واجباته أساسا غلط، لما أعمل واجباتي ما يبقاش وقت فراغ. بيتسوق؟ لا، ده ما جالوش تسوق. بيقابل صاحبه وبيلعبوا كمبيوتر؟ لا. هو صح، الولد رقم خمسة ده اللي قال، الولد الثالث اللي قال ان انا بعد الظهر مع صاحبي بنقعد قدام الكمبيوتر ونلعب، صح. يبقى هو فعلا يا اولاد بيقابل صديقه ويلعبوا كمبيوتر. رقم ستة، ماكس اللي هو الولد الثاني قال بعد ذلك اجلس انا ساعتين على البيانو، داس بيدويتت، هذا معناه انه ما بيعملش الواجب؟ لا طبعا، ان هو مش بيحب لعب البيانو. لو انا ولد في الجمله رقم بي شلت تاني واحده، شلت كلمه نيشت، تبقى الجمله دي صح. وده يقول لي ايه بقى؟ يقول لي ان يا نجم لما اجي اقرا الجمله ممكن المعلومه كلها تبقى سليمه، وعينيا دي ما يلفتش، ما تاخدش بالها من النفي، فتلاقيك واخدها وهي اصلا غلط، فالجمله ممكن ابوظها لك بالنفي. رقم سي، ماكس بيلعب كلافير ثم بيعمل واجبه، ولا ماكس بيلعب كلافير ولكن اولا بعد الواجب؟ لا، هو دي رقم دي هي اللي صح. لما اقول بعد ذلك بقعد على البيانو، يبقى البيانو ده المرحله الثانيه اللي هي رقم دي، انه بيلعب البيانو ولكن بعد الواجب. واللي قاعد فاهم الماني عارف ان ناخ دي احنا بنستخدمها بمعنى بعد. يا رب يا اولاد نكون فهمنا القطعه الاولانيه. وعايز اقول للشباب ان حل القطعه لما بنحله مع بعض، واحد يقول لي يا هير والكلام ده انا بقوله دايما يا جماعه في القاعات، هو القطعه دي هتجيلي في الامتحان؟ الرد لا، بس بيجي زيها، ولو جت يبقى ده توفيق من ربنا. فاحنا بناخد القطعه نتعلم ازاي نترجمها، ازاي نستخرج معلوماتها، بنجرب فيها احنا حافظين كلمات ولا لا.
في ناس كويسين ما شاء الله عليهم القطعة دي بيترجموها، وهي أصلا في الملزمة بتبقى مترجمة أولاد في الآخر، بيحفظوا كلماتها كويس، وبعد ما بيحفظوا كلماتها في كلمات كتير معادة. يعني القطعة دي لو أنا طالب شاطر أطلع منها كم كلمة جديدة؟ والله ما أطلع تلات كلمات على بعض. بيحفظوا الكلمات كويس وبعدين يبدأ يتدرب على حل القطع. واحد يقول لي يا هير طب أنا حافظ كلمات كويس وما بحلش قطع، هل كده أعرف أحل القطع في الامتحان؟ أقول له يا باشا بتتعلم كلمات كويس وحافظ كلمات كويس وما بتحلش قطع زي اللي بيتمرن على السباحة نظري في الفصل. بقول له يا حبيبي تعالى لما تعوم اعمل كده وكده. طب هل ده معناه ان هو لما ينزل البسين او ينزل البحر يعرف يعوم؟ لا، عشان يتعلم لازم ينزل البحر او ينزل البسين ويعرف اذا كان هيعوم ولا لا. هو نفس الكلام، انت عندك اساسيات القطعه وهي حفظ الكلمات. حفظ الكلمات من غير حل قطع كتير بلح ولا ليها لازمه. طب انا حافظ كلمات، ما ممكن اول قطعه اقف فيها، ممكن اترجم القطعه وافكار الاسئله ما اعرفش استخرجها من القطعه. مين بقى اللي يقول لي على ده؟ ان انا احل قطع كتير، يعني اتعلم السباحه وانزل اعوم كتير 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 لحد ما الاقي نفسي وانا بعوم ما بفكرش انا بعوم ازاي. يا رب يكون التشبيه دوت فهمتوا منه يا اولاد، ان القطعه عشان اقفلها حلها يعتمد على 50% حفظ كلمات و50% حل قطع كتير. وصدقوني والله ان قطع الالماني بتتعاد، وانتوا بتشوفوا الكلام ده بعينيكم في الحصص وفي الكتاب وفي امتحانات الثانويه. لما انا بجيب قطعه ثانويه عامه الاقي واحد يقول لي هير وانا مش حليناها قبل كده واحده زيها. فركزوا بعد اذنكم في القطعه اللي احنا بنحلها في الواجب، ركزوا في القطعه اللي بنحلها في الملزمه، ركزوا في القطعه اللي بنحلها في امتحان الحصه. احنا غالبا يا اولاد بناخد كل حصه خمس قطع زائد امتحانات فيها قطعتين زائد مش عارف ملزمه فيها قطعتين، انت تقريبا كده قربت من 40 قطعه. فالمفروض ان انت حافظ كلمات ال 40 قطعه. يلا حبايبي نروح للقطعه الثانيه اللي هي بعدها على طول. القطعه اللي بعدها على طول قطعه صغيره. Does is ليا او is there is vites؟ هذه تكون ليا؟ لا ليا مش ليا. بلدها شفايتس اللي هي سويسرا. تتحدث جوت يعني جيدا دويتش اكيد لان سويسرا بتتكلم الماني، وايضا جوت فرانسوزش وايضا فرنساوي، يبقى البنت دي معاها لغتين. ليا هات ايني فرويند لديها صديقه، او استرايش اللي هي دوله النمسا، والنمسا على فكره بتتكلم الماني. اسمها جابي. ماشي يا جابي انت وهو. زيش بريشت بتتحدث ايضا جود دويتش الماني، ده طبيعي. ابر اين بيشن ولكن شويه فرنسوزش فرنساوي. بص يا اولاد في اللغات واحنا قلنا في سنه اولى اللي يقول بتكلم لغه اين بيشن يعني شويه شويه نص نص ده كده مش بيتكلمها كويس. يبقى البنت جابي بتتكلم الماني وشويه فرنساوي. بايدي يعني الاثنين يكونوا ناين سينياغي قلت 19 سنه. ليا وجابي يعيشوا في مدينه فرانكفورت في المانيا. اينر شوننشت اند انترناسيونال شتات مدينه عالميه وشونن جميله ان دويتشلاند في المانيا. وهناك يدرسوا منذ 4 سنوات انفورماتيك حاسبات ومعلومات. عقبال يا رب اللي بيتمنى يدرس كده. بيدرسوا حاسبات ومعلومات فين؟ في المانيا. قالوا فين في المانيا يا اولاد؟ في فرانكفورت. بيدرسوا ايه يا اولاد؟ انفورماتيك. بقالهم قد ايه يا اولاد؟ منذ 4 سنوات. اتس فاي موناتن بعد شهرين بيندن هيخلصوا ستوديوم الدراسه. ناخدين ستوديوم بعد الدراسه. عايزه البنت ليا تشتغل بروجراميره لين يعني مبرمجه. باي اينر فيرما في شركه في المانيا. يبقى البنت ليا عايزه تقعد وتكمل شغل في المانيا. وهذا هو تراون بيروف الحلم الوظيفي. جابي عايزه ان ايرا لايماتشتات
في بلدها، سلوك فارد ترجع بلدها اللي هي أسترايش. لا أسترايش، ما جابي من أسترايش، هي تقدر هناك باي لدى فيرما بتاعت فاترز شركة أبوها، جو تشتلي وظيفة جيدة فين دي انتجد. يبقى البنتين ليا عايزة تكمل دراسة في ألمانيا، وجابي عايزة ترجع بلدها النمسا عشان تشتغل في الشركة بتاعت أبوها. يبقى مين اللي عنده شركة؟ أبو جابي، صح؟ أول واحدة، السؤال المشهور، القطعة تتحدث عن، تتحدث عن إيه؟ بلد البنتين؟ لا. العائلة؟ لا. الأصحاب؟ لا. نما فونشي معناها الأمنيات والرغبات. ليه وجابي بيدرسوا في ألمانيا؟ صح، مش محتاجة تكملة. متى ينهي الأصحاب الدراسة؟ هم قالوا بعد شهرين، فهنا هينهوها بعد 3 سنين؟ لا. 4 سنين؟ لا. هينهوا الدراسة بعد الدراسة؟ ده غباء. يبقى بلدي قريبا وبرضو شهرين، ده يبقى قريبا. بص بقى السؤال الثالث ده، الناس اللي بيقولونها او بيتقال لهم، انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتقرا القطعه والترجمه وبعدين تحل الاسئله؟ يا حمار، اقرا الاسئله الاول وخد اطلع هات اجاباتها من فوق. اقول له ده كلام ميس كوثر بتاعت الابتدائي، وكلام الامتحانات بتاعت زمان لما كان ايه القطعه عباره عن سؤال وانت بتكتب اجابته، فكان يقول لك اقرا السؤال واطلع هات كلمه من السؤال موجوده في القطعه، وروح واخد السطر كله وحطه كده، والمصحح هيلاقي الاجابه موجوده يديك عليها صح. عارف لما قال له ده عند امه يا ادهم؟ ده بقى اللي بيحصل دلوقتي واللي بيخليك تجيب القطعه غلط يا غبي. لما اجي امسك سؤال زي ثلاثة ده، متى تنتهي الاصدقاء ولا الصديقات من الدراسة؟ هي مكتوبة فوق ان بعد شهرين هننهي الدراسة. طب بص على الاجابات كده، ما فيهاش بعد شهرين، انما بعد شهرين انا عوضت عنها بكلمة بلد. بلد دي يعني قريبا. طب اطلع انت يا نجم كده، يا نجم النجوم، دور على كلمة بلد فوق مش هتلاقيها. فواحد قال لي هير، طب انا متعود على كده. قلت له يا باشا هحاول تغير اسلوبك في حل القطعه، عشان قطع الامتحان دلوقتي بقت تعتمد على الطالب اللي فاهم القطعه ويعرف يترجمها، وفاهم الاسئله ويعرف يستخرج لها اجابه، وبيلعب دلوقتي على مرادفات الكلمات. زي العربي ما يقول لك استخرج معنى كلمه كذا. انا مش هجيب، ممكن بقى يا جماعه يجيب المعلومه بالنص ويبقى كتر خيره ويبقى راجل برنس ويبقى عنده عيال خايف عليها ونفسه ربنا يوفقها، وممكن يبقى قلبه يا جدعان جامد. قطعة صغيرة ممكن ما تبقاش سهلة، عشان ممكن أسئلتها تبقى تقيلة، والقطعة الكبيرة ما تخوفكش لأن ممكن أسئلتها تبقى سهلة. طيب واحد قال لي هير، افرض قطعة كبيرة أعمل فيها إيه؟ وأنا لما بقرأ الأحداث معايا اولاد، قطعه لما تبقى كبيره وانا بقرا الاحداث فانا بتوه في الاحداث اللي في النص. اقول له طب ممكن نتفق على اتفاق، لو قطعه كبيره قسم القطعه بتاعتك 3 باراجرافات. حلو حلو، اقرا الباراجراف الاولاني، افهم منه اللي تقدر تفهمه، وانزل اقرا الاسئله والسؤال اللي تلاقي اجابته من فوق. حلو، يبقى انت قريت جزء من القطعة وحليت جزء من الأسئلة. اطلع اقرأ الباراجراف الثاني، هتبقى فاهمه كويس عشان انت فاهم الباراجراف الأولاني، صح؟ وانزل حل عليه الأسئلة اللي موجودة. اقرأ الباراجراف الثالث وحل بقية الأسئلة، هتلاقي نفسك خلصت قراية القطعة وخلصت حل الأسئلة. جرب كده ان شاء الله بإذن الله هتقفلوا القطعة وتجيبوا 6 من 6. السؤال الرابع بيقول، فاز مشتي ليا، ماذا تريد ليا؟
أن تفعل بعد الدراسة ليه دي اللي هتشتغل في ألمانيا. يبقى رقم بي ومعناها هي عايزة في ألمانيا فايتر تواصل العيشة والدراسة والعمل. خمسة مين اللي عنده شركة؟ أبو البنت التانية أبو جابي. ستة ما هو الصحيح؟ خلي بالك أولاد ريشش دي يعني صح. الصح إن الاتنين ستودنت طالبات. طب الصح إن الاتنين بيتكلموا فرنساوي كويس؟ لا، واحدة كويس واحدة مش كويس. طب الصح إن الاتنين يكونوا 29 سنة؟ نوين اوند سفانسيش، لا هما 19. طب الصح ان هما بروجراميرين؟ يا عم قلنا هما طالبات. خلصت القطعه، نروح ان شاء الله يا اولاد مع بعض صفحه 76 جزء القواعد وبتاع الحروف الزمنيه. يلا يا شباب، اول سؤال يا اولاد في صفحه 76. ماين جروس التان كومن. طبعا زام ستاك ده احد الايام، طالما احد الايام احنا عارفين ان هو بياخد حرف الجر ام، تبقى دي. اللي بعدها حرف الجر ايش هابي ليزا فور ستوند انجروفن. كلنا عارفين ان فور بيعمل لطيف، وشتوند دي آلتها دي، فتحول الى دير تبقى اينر. زفاي تاجن يومين هاتي بترا شتاركي هالس شمرتس. بترا كان عندها ألم شديد في الزور في حلقها. طبعا الجملة دي يا أولاد ماضي، فأوتوماتيك زايد ما بتجيش مع الماضي، ده عارفين زايد بتيجي في المضارع، والاثنين دول ما لهمش وجود مع كلمة يومين، فتبقى فور يعني منذ أو قبله. ماركو يستيقظ كل يوم هل بزي بين الساعة 6:30. حرف جر بيجي مع الساعات أم في تمام. تيمو سبريلي النضارة بتاعت تيمو تكون أسبوع كبوت منذ. قوله آه، الجملة دي كده لطيف، وفير ما بتعملش لطيف، بتيجي أكوزيتيف. أمي ما تجيش معاها، الجملة دي مضارع تبقى زايد. ستة، أول ما اتفقنا يا أولاد إن أنا لما ألاقي فون أوتوماتيك أخد بيس، عشان التركيبة تكمل فون بيس يعني من إلى. سبعة، نحن نسكن هنا منذ. منذ دي بتعمل لطيف. يارن ده جمع، الجمع بياخد عدد، تبقى نحن نسكن هنا منذ فين في ياغن يعني خمس سنوات. طيب السؤال اللي بعدين، فان ماخت فلوريان، متى يفعل فلوريان حفلة عيد ميلاده؟ دونر ستاج احد الايام اللي هو يوم الخميس، اوتوماتيك ياخد ام. الالكس في اسكندريه بلايبن فير، هنقعد فقط فير. فير دي بتعمل اكوزاتيف. طاق ده الاته دير، تبقى اينم، عشان دير تحول الى اينم. من غير ما اراها فينتر احد الشهور، تبقى ام. هنا السؤال زند جفارن، هل سافرت؟ جمله ماضي، يبقى الحل فور. طب ليه مش فير؟ ما هي فير بتيجي مع الماضي. قالوا لان اينن دي حاله لطيف، وفير بتعمل اكوزاتيف. طب ليه مش زايد؟ قالوا لان زايد بتيجي مع المضارع، والسؤال بتاعك هنا ماضي. فواحد يقول لي طب فين الماضي؟ اقول له جفارن. اللي بعدها كمال هات اين يار. اين يار دي اكوزاتيف، لان اين دي اصل هدس، يبقى الحل فير، يبقى معناها كمال عمل كورس لمده سنه. فواحد يقول لي يا هير طب هو مش، معلش هي مش الجمله دي ماضي؟ اقول له اه. يقول لي طب ليه ما خدتش فور؟ اقول له لان الجمله بعدها اكوزاتيف مش لطيف، وفور بالفي بتيجي مع اللطيف. رقم 13 زمر الصيف ياخد ام. مونات آلاتو دير، فور بتعمل لطيف، يبقى أينم. إرست ماي أول مايو، أحد الأيام أو تاريخ أوله يوم، ياخد أب. فارتست ده فعل بمعنى ينتظر، إذا فهو مضارع، إذا ففور غلط.
ام اللي بتيجي مع الساعه ملهاش وجود. اينر دي لطيف يبقى زايد. طب ليه مش فير؟ ما انا بقول لطيف. يبقى بيقول له تنتظر انت منذ مده، قال له اه يا سيدي منذ نصف ساعه. 17 ضخم الطاق بعد الظهر احد اجزاء اليوم ياخد اب دراي طاجي. انا هسال سؤال وعارف ان انتوا هتجاوبوا صح، هي دراي طاجي جمع اكوزاتيف ولا ضطيف؟ فالشاطر بيقول دلوقتي جمع اكوزاتيف يا هير عشان ما فيهاش ان زياده، يا ابن اللعيبه صح تبقى فير. 19 لما الاقي فور بسال بيفان. 20 الشهور تاخد ام. 21 متى ينطلق القطار؟ قال له 10 دقائق. اب جيفارن انطلق، طلع منذ 10 دقائق. وطلع دي او انطلق ده ماضي. تبقى فور. فقال لي يا هير، قال له نعم يا حبيبي الهير. يقول لي طب ما هي فير تنفع، ده العيل اللي هو باشا الماني اللي مولود في حواري برلين. يقول لي ليه؟ قال له ليه؟ يقول لي عشان سين ده جمع ومينوتن جمعها، هو جمعها في الضطيف. تاني ما هي مينوتن جمعها ينفع اكوزاتيف وضطيف، لان هي في الاصل بتاخد ان، ولما يبقى اصلها بياخد ان هي مش هتاخد ان، وربنا لو شايفه لابوسه. اقول له تصدق ايات صح، بس في هنا مشكله ان المعنى مش هينفع خالص. قال لي اه يعني هي هير المعنى هنا هو اللي حكم. قلت له صح. الجمله بتقول متى ينطلق القطار الى فرايبورغ، فقلت له هو انطلق منذ 10 دقائق مش لمده 10 دقائق. رقم 22 انا عايزكم تركزوا قوي. ها الاجابه فيها زايد، يبقى السؤال في في لانج اللي هو السؤال على زايد. 23 الف دي يعني الساعه 11 ام اللي بتيجي مع الساعه. 24 تيمو بيأجر حجره لمده سفاي. طبعا طالما سفاي يبقى عاوز اسم جمع، وطالما فير يبقى عاوز جمع اكوزاتيف يعني ما فيهوش ان زياده، الوحيده اللي فيها كده مناطق، لان الاولى دي مفرد والثانيه دي جمع اخر ان زياده ودي جاء مفرد. طب 25 فان متى، سوري الاجابه فيها زايد، وطالما الاجابه فيها زايد يبقى السؤال زايد فان او في لانج. 26 ثلاث ايام تعمل الساعة نيشتمير مش شغالة الساعة منذ ثلاث ايام تبقى زايد. وطبعا تعمل دي مضارع فعشان كده دي غلط. فون بيس سؤالها على طول، اول واحدة فون فان بيس فان. طبعا المفروض حافظه. 28 اين دي يا اولاد، اكوزاتيف ولا لطيف؟ برافو اكوزاتيف تبقى فير. زايد بتعمل لطيف ودراي عدد، يبقى عايز جمع لطيف اخره ان تبقى طاجن. أم ما تجيش مع الساعة، ما تجيش مع الصيف، ما تجيش مع الليل، تيجي مع نهاية الأسبوع. فير سؤالها بدي 32 فير سفاي. سفاي دي عايز عدد جمع، وفير عايز أكوزاتيف يبقى ما فيهاش إن زيادة تبقى الجملة دي حلوة يا أولاد. أه أنا عايز جمع صح، يبقى دي غلط ودي غلط عشان دول مفرد. طب انا عايز جمع ما فيهوش ان زياده، هو ده بس ده هير فيه ان بس مش زياده، دي ان اصليه، ده اللي فيه ان زياده. 32 في رايت سايد بتاخد اندير، دي محفوظه. 33 سفاي زيمستر، طالما زيمستر خدت ان يبقى دي ان الجمع بتاع اللطيف، تبقى يا فور يا زايد، يدرس دي مضارع تبقى زايد. 34 زايد دي بتعمل لطيف.
لو دراي طاجي صح كانت تبقى طاجن. اين دي اكوزاتيف، اين دي اكوزاتيف تبقى دراي طاجن اللي هي النطيف اللي هي عدد وان زياده. زمر فينين اجازه الصيف تاخد ان دن ودي محفوظه. طيب رقم 36 دريتن يانوار دي معناها 3 يناير، و3 يناير ده تاريخ اوله يوم ياخد امر. هنا الاجابه فيها زايت يبقى السؤال فيه لانج. هنا الجمله ماضي اللي هي هاتوا معاه جمخت، فبقول لك مارينا عملت رخصه منذ سنه تبقى فور. 39 اي نفس الجمله 39 دي متكرره فوق هتبقى فوخن. طب ليه يا هير؟ صفاي عايز اجمع طاج مفرد وفخي مفرد، بس عايز اجمع عادي عشان فير تاخد ان، والان دي اصليه. ام في الاسئله تبقى ام في فيل اور ليه دي؟ مفيش حاجه اسمها ام فان، مفيش حاجه اسمها ام فاس، ومفيش حاجه اسمها ام في فيل. ايه؟ هي اسمها اولاد ام في فيل بس. طب كده الحمد لله المجموعة الأولى خلصت. نروح بقى على المجموعة الثانية اللي فيها ناخ وفور وباي وإن وأب وبس، اللي المعنى بيلعب فيهم دور عالي قوي. أول واحدة أرباية العمل آلاته دي ناخ هتعمل لطيف تبقى دير. تاني واحدة أنا أذهب إلى المنزل بعد المدرسة تبقى ناخ. ترجمة فور سؤالها بفن حفظ. ماما اقدر انا النهارده بعد الظهر اذهب الى مروه؟ قالت لها اه ولكن بعد الواجب تبقى ناخ. ترجمه. طيب رقم 5 يا نادر كم المده تعمل انت اليوم؟ قال لي في لانج يبقى الاجابه عليها بس، لان دي ودي ودي سؤالهم مش ببس. طيب رقم 6 هلو مرحبا هل فراو إغيس دا بيتا الفراو موجودة؟ فاللي جاوب قال لي تقدر تتصل بوقت ربع ساعة، فأقول بعد ربع ساعة تبقى إن. فواحد قال لي طب يا هير كده على جنب ليه أب وبس ما ينفعوش؟ فسمع واحد بيقول له عشان دي أداة، والهير بتاعنا قال لنا أب وبس ما يجيش بعديهم أي أداء. 7 بقول لك كان إيش هويت كومين أقدر أجي النهاردة؟ قال له أيوة إحنا فاتحين الساعة 11 تبقى حتى. طيب اللي بعدها إيش براخد رينج إن أنا محتاج ضروري هير في مساعدتك، متى أستطيع أو يأتي الفني أو الصنايعي؟ قال له أين رشتوندي؟ حبايبنا الشطار قالوا إن بعد. أكدنا لهم إن رشتوندي ساعة يعني مدة، أكدنا لهم أكثر إن بعدها أداة نكرة. وإحنا قلنا يا أولاد من أهم الشروط بتاعت إن إنها بتعمل لطيف، بعدها مدة، أداتها نكرة، جملتها مضارع. سارة في لانج كام المدة اللي عندك فيها إجازة؟ طالما قال في لانج دي غلط عشان آلات الاستفهام، دي غلط دي غلط، هي بس عشان بس هي اللي بتسأل عنها في لانج. يا حاتم متى لديك عمل؟ طالما قال متى هقول له اب. طب ليه؟ مفيش حاجه اسمها باي زون تاج. الحمد لله. وبس سؤالها مش بفن، هي اب بدايه من يوم الاحد. رقم 11 بقول له يا استاذ مجدي او استاذ مجدي مره اخرى في المكتب، كلمه فيدر مره اخرى تبقى اب بدايه منه عشان هو هيبقى في المكتب مره اخرى من بعد الظهر الساعه 2. 12 كلمه فريشتوك يعني الفطار، اداته دس، فبعد حرف جر يبقى دم تبقى بايم. ادوات رقم 13 سؤرست يعني في الأول، هنذهب للتسوق، نقط التسوق نذهب إلى الحفلة،
اكيد تبقى بعد. 14 بتقول سوزان عندها النهارده بالليل حفله عيد ميلاد، نقط الحفله عايزه تذهب اولا الى الكوافير، يبقى قبل الحفله، يبقى فور ترجمه. 15 تحيات الوداع بتاخد بيس، وبيس شبيتر معناها الى اللقاء. 16 في جوله آلتها دي تحول الى دير بعد حرف الجر. فوسبال شبيل آلتها داس تحول الى دم، يبقى باين مفيش غيرها فيها اداه. 3 اسابيع تبدا اجازه الصيف، يبقى بعد تبقى ان. 19 متى تكون حضرتك في المكتب؟ قالوا النهارده بعد الظهر الساعه 14 تبقى اب بدايه من، عشان السؤال بفضل. 19 دي شبه الجمله رقم 11. 20 الامتحان لازم الواحد او الامتحان لازم الواحد يقفل الموبايل، اكيد قبل الامتحان مش بعده. باي وبس ما لهمش علاقه بكلمه الامتحان، او المعنى غلط يعني. طيب 21 فان متى كومت داس تريننج تسو ان، متى ينتهي التمرين؟ قال له ان بتعمل لطيف، يبقى اي نار. اشمعنى؟ عشان فرتل شتون دي آلتها دي اللي بعدها. ام منتج يوم الاثنين عندي 7 حصص في المدرسه، 4 نقط البريك وتلاتة بعده، يبقى 4 قبل تبقى 4 برضه. دي ترجمه. 23 هل سنذهب نحن نقط العشاء نتنزه؟ ان ما يجيش بعدها العشاء لان ده مش مده. اب ما يجيش بعدها اداه. هل هنتمشى اثناء العشاء؟ لا هنتمشى بعد العشاء. وطبعا دي لو فيها 4 كانت تنفع. 24 استاذ ميلر متى تاتي حضرتك الى العمل؟ قال له في غنطاج ايام الاجازات او الاحتفالات، تبقى ناخ بعد. بص بقى لما اجي انا احل 24 ده يا ولاد، اب ما يجيش بعدها اداه، ام وام ما لهمش دعوه بايام الاجازات. 25 زجمان قول لي يا تيم هل لازم النهارده تشتغل وقت كبير؟ قال له الساعة 6 مساء اعتقد، يبقى حتى ترجمة برضو. 26 هاست دو مال فيدر سايت، عندك مرة وقت؟ قال له ايوه اقبر، ولكن نقط الحفلة احنا نقدر شوية نتمشى. طبعا اني مش هتنفع عشان دي معرفة. اب وبس ما يجيش بعديهم اداء، يبقى ناخ بعد. 27 لما الاقي اب بسال بفن. 28 لما الاقي ناخ اعمل لطيف بالتاج اسال هاتها دص تبقى دم. 29 الكرسي يستمر حتى ما يجيش بعدها اداء. مفيش حاجه اسمها كرسي يستمر حتى 3 ايام، يبقى متي ابريل منتصف ابريل. 30 نقط السفر او الرحيل، هات سوي جيبك الامتعه في المحطه في الجسر نسيتها، يبقى قبل او اثناء. مفيش قبل، يبقى اثناء الرحيل ترجمه برضو. 31 بيتي لو سمحت فان كان ايش دان دروكان فيدر ابهول، متى استطيع ان استلم الطبعه؟ ان بتعمل لطيف فير عايز جمع، وجمع اللطيف اخره ان زياده. تاني يا اولاد الجمع اللي في حاله اللطيف المجرور لازم اخره ان، يا زياده يا اصليه. في واحد قال لي يعني ايه اصليه؟ قلت له يعني لو الكلمه جمعها بالان يبقى هي موجوده فما تحطش ان تاني. زي كلمه مثلا فخ اسبوع جمعها فخ، خلاص هي لان جت من عند ربنا. والكلمات ديت بيبقى مفردها سوري بيبقى جمعها ينفع جمع مفعول وجمع مجرور. رقم 32 ترمي عن البرج يكون فيدر مره اخرى جي اوفر تتفتح. هو كان فيجن بسبب الكلمة الطويلة دي معناها أعمال النظافة والصيانة. اسمها بالألماني زيباغونجس أربايتن. فالبرج بقى مفتوح، هو كان مقفول إمبارح
كان لحد امبارح مقفول لحد تبقى بس. فالبرج النهارده اتفتح هو كان بسبب اعمال الصيانه لحد امبارح مقفول. طبعا دي ترجمه. 33 احنا قاعدين لسه في بيرن حتى يوم الاثنين بدايه من الثلاث عندنا شغل. برضه ترجمه. قبل تعمل لطيف اداته دير تبقى دم. فن ما ينفعش زايد. ما ينفعش ان عشان ما بيجيش مع ايبر مورجن يبقى اب. ما ينفعش بيس عشان فن. الاجابه فيها بيس يبقى سؤال في لانجي على طول. ان تعمل لطيف بنوت الجمع ياخد عدد. فن ما يجيش معاها الساعه اتنين. ما يجيش معاها ان وباي. وانا سامعك يا اللي بتقول انت قلت لنا يا هير في الحصه ان وباي ما يجوش مع كلمه اور. ان وباي ما يجوش مع كلمه اور. فهنا متى يبقى ناخ؟ متى تستطيع ان تاتي يا جده؟ قال له بعد الساعه 2. 39 في لانج. الاجابه على في لانج اب غلط. اب غلط. زايت وبس صح. لان زايت سؤالها في لانج وبس برضه. فالسؤال بيقول مرحبا كم المده اللي لازم استناها؟ فقال له حتى يوم الاثنين. الحد. اخر سؤال في الجرامر. متى لديك وقت فيرمش يا حبيبي؟ دي معناها فان هاس دوت سايت. متى لديك وقت فيرمش؟ يعني علشان هو انت امتى عندك وقت ليا؟ هويت النهارده هابي ايش فيلت سوتون. النهارده عندي كثير لكي افعله. بكره عندي وقت. يبقى بدايه من بكره. بكره ده ما بيجيش اصلا. طيب يبقى السؤال 40 بيقول وانت عندك وقت ليا؟ فرد قال لها ايوه عندي بس النهارده عندي شغل. من بكره بقى انا فاضيلك. ولا بكره بيجي ولا بتفضل. كده خلصنا السؤال رقم 40 في الجرامر. يبقى احنا كده يا اولاد هنروح على جزء المواقف اللي في صفحه 116. يلا حبايبي ربنا يوفقنا كده ونحاول نفهمه لكم. 116 المجموعة رقم 5 في الالتاكس سيتواتسيوني في المواقف اليومية. على فكرة يا اولاد المجموعة رقم 5 دي من أقوى وأهم المجموعات في منهج الألماني في الالتاكس سيتواتسيوني اللي بتتكلم على السفر والرحيل. 116. لا يا جماعه ده السفر والرحيل دي كانت الملزمه السادسه اسف. الملزمه ديت 116 الخمسه كانت بتتكلم على المأكولات والمشروبات والتسوق برضو يعني هي كلامها سهل شويه بس مهمه يعني. وانت مش عايز ترجع في كلامها كاهير وتقول انها مش مهمه. يلا اولاد. الملحوظه الاولى او الموقف الاول بيقول انت بتجاوب بتقول براون يعني اللون البني انا احبه. يبقى حد سالك على صح اللون المفضل اللي هي رقم سي. اتنين فقط 220 يورو. ما اسم سؤالك؟ يبقى حد سأل عن السعر. يبقى الجملة رقم بي اللي فيها كم يجب علي ان باتصال احاسب. تلاتة يمكن ايتونجز جيشفت في محل الملابس. سفاي هندر يعني اتنين قميص. جفالن دير عاجبينك، قميصين عاجبينك. ولكن دوموشتس انت عاوز فقط اينس واحد كوفن، عايز تشيل واحد. وانت مش عارف فيلشس يعني ايهما. ماذا تقول لاخوك؟ يبقى انا شرحت لك الموقف. قميصين عاجبينك مش عارف تاخد انهي فقلت لاخوك ايه بقى؟ هتقول لاخوك رقم سي اللي معناها اي قميص اشتيت مير يناسبني بسر احسن. انهي قميص لايق عليا احسن؟ اربعه في محل الملابس يعجبك قميص ولكن المقاس باست ليشت مش لايق. فهتقول ايه؟ الجمله الاولى معناها المقاس جناه ورشت مش مظبوط جدا. غلط. هقول للبياع عند حضرتك قميص مقاسه اكس لارج تمشي. طب هقول رقم سي اي مقاس تحتاجه حضرتك
ما هو اي مقاس تحتاجه حضرتك مش انا اللي هقولها، ده البياع. طيب رقم دي، هل يوجد قميص بلاو ازرق؟ انا ما بكلمش على اللون خالص، انا فوق بقول جروس المقاس. رقم خمسة، دوبست بكاوف هاوس، انت في المحل وعايز تقيس منتر يعني بلطو، فماذا تقول؟ هقول للراجل اين تكون اونكلايد كابينة اللي هي بروفة تغيير الملابس. ستة، ايش مشتي ادفاسترينكن، انا عايز اشرب حاجة، متى تقول ذلك؟ لما تبقى انت عطشان، اللي هي رقم ايه؟ ليه دو هاست جروسن هوم دورست. سبعة، بايم ان كوف اثناء التسوق، تبحث عن هدية علشان صاحبتك او صاحبتك. زي هي ماك بيشر، هي بتحب الكتب، فماذا تقول للبائع؟ انا عن نفسي هقول له رقم دي، هل هنا لو سمحت يوجد كتب ابطال قسم للكتب؟ طب ليه هير مش رقم سي؟ عشان رقم سي بقول له اين هنا في مكان قريب شرايب فارنج شيفت، محل ادوات كتابيه والكتب مش ادوات كتابيه. الجمله رقم سي دي تبقى صح لو انا فوق قلت عايز تشتري قلم، استيكه، كراسه. 8، دو بيست ان اينر مول اون ذا فراجست، انت في احد المولات وبتسال اين اجد هنا شيكروكي، يعني جيبات جميلة. يبقى انت بتدور على اكيد ضامن كلايدونجن ملابس سيدات. طيب رقم 9، دوزاجست، انت بتقول جرين، اللون الاخضر يناسبني، صاحبك سألك ايه؟ سألك على رقم سي اللي معناها اي لون يناسبك. 10، نعم هذا يكون مقاسي، يبقى حد بيسألك او ده معناه ان المقاس باست دير يناسبك، صح. طب دير نشت لا يناسبك، غلط. طب كلاين صغير، لا انت قلت مقاسي. طب اشتيت، اقول له تعالى بقى اشتيت ديت جدع يا اللي بتقولي ما تنفعش مع المقاس، جدع يا اللي بتقول اشتيت بتيجي مع اللون والشكل. 11، معذرة، أين أستطيع أن أقيس هذه الأشياء؟ فالبياع هيقول لك إيه؟ الخزنة هناك؟ لأ، ملابس الرجال في الدور العلوي، أنا عايز أقيس. اذهب إلى التويلت. أنت طبعًا مش هتقيس في التويلت، ده هنا كده في العتبة. إنما رقمك بي ليه اون كلايد كابينين، يعني البروفات هناك. 12، ديرف الكويفر بيقول لك عاوز حضرتك ادفص حاجه، فانا اقول له دانكي داز ايست اليس، شكرا هذا كل شيء. 13، في محل الملابس اخترت اينج كلايدر فساتين، استها تكون رائعه ولايقه عليك، ده معناه ان الكلايدر الملابس او الفساتين هاخدها اين تكون الخزنه. انا ممكن اقول كده. طب اللي بعدها بقول اين يكون دي انبروبه اللي هي البروفا، لا انت استها خلاص فوق اخترتها. طيب الفساتين هنا تكون جيده ولكن نيشت باسد يعني لا تناسبك، ده انت هتشتريها. طيب والرابعه برضه هتبقى غلط لان هي معناها الفساتين انا اخترتها هل تناسبني؟ يا عم انا قلت لك ان انت اخترتها وتناسبك وهتشتريها. 14، دو مشتس، انت عاوز شتفت، اقلام، بابيغه، ورق، كوليس، اقلام جاف، ولكن لا تعرف اين، يبقى هتسال على ملابس رياضيه، لا، مواد غذائيه، لا، ملابس اطفال، اكيد لا. رقم ايه؟ شرايب فارن، يعني ادوات كتابيه. 15، ماما بتسال هل يناسبك حقا الفستان؟ انت بتجاوبي، خلي بالك احنا قلنا هنا يناسبك ويناسب اللي هي باسد بتشتغل على المقاس والسعر، يبقى ما ينفعش اخد اللون.
اخد المقاس ممكن. طيب المجموعه اللي بعدها اللي هي باختيارين، اللي بقت تيجي باختيار واحد، انت في المطعم مع صاحبك وعايز تطلب اكل، فهتقول للراجل ايش نامي، انا هاخد هنش الفراخ وبطاطس، او ممكن اقول شبايزي كارت بيتي، قائمة الطعام لو سمحت، وكده جبت الاجابتين الصح. اتنين، انت في التسوق مع صاحبك، مع صاحبك اللي هي ميت فرويند، واثناء التسوق بين ابائهم اي كان، اول واحد هتقول له هاست دو جلد، معاك فلوس، دي عاديه. اللي بعدها هتقول له شاو مال، بص البدله اللي هناك دي شيك. السؤال رقم ثلاثه، اولاد دير في الكور، فالبائع بيكلمك فقال لك سؤال فانت هترد، فانا هختار السؤال اللي ينفع للرد. فانت بتقول له ايوه لو سمحت، عند حضرتك هذا البلوفر ولكن براون بني. فالسؤال اللي هو ساله لك اكيد اول واحده مثلا جفالن اينن، يعجب حضرتك هذه البلوفرات؟ فانت قلت له ايوه عندك البلوفر ده بني، وينفع اقول اول واحده اقدر اساعد حضرتك؟ فاقول له ايوه عند حضرتك هذا البلوفر بس بني. طب ليه ما اخدش رقم دي اللي هي اي بلوفر هتاخده حضرتك؟ لان الاجابه هنا فيها يا، فلازم السؤال يبقى بادئ بفيرب، عشان كده كمان رقم بي غلط. طيب رقم أربعة، مير جيفيلت داس نيشت، أنا لا يعجبني هذا التيشيرت وهو أيضا طير غالي. داس بدويت ده معناه إن أنت بتعبر عن ميس فالن، يعني عدم الإعجاب، وإنك بتعبر عن ما سوري رقم إيه عن جيفالن، يعني يبقى إيه وإيه عن ماينونج رأيك. خمسة، شتيفي بتقول لشتيفان مساء الخير، أنا رايح أتسوق تيجي معايا؟ فقال له للأسف لازم أذاكر، أنا أتمنى لك اللي رايح أتسوق من أتمنى له فيليش باص وقت ممتع أو شونت سايت أوقات جميلة. كده خلصنا ال 15 سؤال، نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وندعي من ربنا ولادي إن أنا أكون، وأتمنى من ربنا إن أنا أكون قدرت أفيدك بحاجة في الواجب ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. يا رب يا رب يا رب تقفلوا الألماني، وربنا ما يضيع مجهودي ومجهودكم. نشوفكم ان شاء الله في المراجعه بتاعه الملزمه السادسه.